مرحبا أصدقائي، رجعت لكم فيديو جديد. في الفيديو السابق تحدثنا عن استعواذ نصف قطر أداة القطع. في هذا الفيديو رح نتحدث عن استعواذ طول أداة القطع، الكودين G43 و G44، شو هني وكيف يتم برمجتهم. إذا كان لدينا قطعة نريد إجراء عملية تفريز عليها، وهذا يعني نحتاج إلى عدة عدد أو أدوات، فهذه الأدوات أطوالها تكون مختلفة من أداة إلى أخرى، فنحتاج إلى استعواذ طول أدوات القطع أو التفريز. هاي طاولة الماكينة، هون طاولة الماكينة، وهاي الخامة اللي بدنا نجري عليها العمل أو عملية التفريز. فقط نوضح الشغلة قبل كل شيء. هون السبندل. السبندل يا أصدقائي نقطة صفر العدة. نقطة صفر العدة تكون هون في مقدمة السبندل. السبندل هلا ما فيها أي لا قلم ولا حامل أقلام، يعني أو بيقولوا لا أفنامي حسب تسمياته. فالسبندل هون فارغ، لا يحوي على أي قلم. صفر العدة تكون هون، صفر العدة تكون هون. فنحن بدنا نزيح صفر العدة من السبندل لرأس العدة. هذا ما يسمى باستعواذ طول أداة القطع. على سبيل المثال كيف بدنا نجي، طبعا إيجاد قيمة الاستعواذ طول أداة القطع تتم بكذا طريقة. طريقة راح نحكي عنها. إذا كان على سبيل المثال عندنا البعد من هون، من هاي النقطة، البعد تؤخذ من هون، من هون، من فرش أو طاولة الماكينة التفريز، من هون لهون هي 200 مليمتر، ونحن عندنا هون الخامة 60 مليمتر، 60 مليمتر. كان عندنا أداة موضوعة بالسبندل، عندنا أداة موضوعة طولها 40 مليمتر، 40 مليمتر. نحن نقلنا الصفر نقلناها من هون لهون، G54 هون الزيت صفر، نقلناها عن طريق G54 لهون الزيت صفر. إذا معناته عندنا G54، راح نقول G54 زد يساوي صفر. هاي النقطة بقى عندنا 140، راح من 60 بقى عندنا 140، عندنا الأداة كمان 40. معناته على سبيل المثال هاي أداة رقم 1، معناته T1 الاتش ناقص 100 كانت هاي المسافة. ناقص 100 حل. طبعا ايجاد قيمة الإزاحة تتم بكذا طريقة. نقطة اخرى، قلنا الصفر صفر صفر موضوعة هون في مقدمة السبندل. طبعا هاي الأداة، هاي الحامل الريشة اللي تتركب على السبندل، فتكون الصفر هون. نحن جبنا تاستر، قسنا العدة وحددنا النقطة على سطح الخامة، الطول هون يساوي صفر، طول التاستر هون ال يساوي صفر. كان عندنا أداة أخرى، عندنا أداة أخرى الأداة كانت طويلة، أداة كانت طويلة. فشو صار إذا كان الأداة كانت تكون هون؟ لازم تكون هون هاي النقطة الصفر، لا. فنحن شو استعمل؟ نحن استعمل G43. G43 شو عمل؟ أساح أو قام بإرجاع الأداة نحو الخلف، يعني إذا كانت على استقامة واحدة كان الأداة راح تدخل بالخامة، فنقلت
نقلت النقطة لهون، الصفر، صفر العدة، من هاي النقطة لهون. أداة كانت طويلة جي 43، قامت بإرجاع الأداة نحو الخلف. الأداة القصيرة شو عملت؟ نزلت أداة لتحت عن طريق الجي 44. الجي 43 هي الموجب والجي 44 هي السالب. فالجي 43 نقصت من طول العدة والجي 44 زادت من طول العدة، يعني عملت إزاحة، قصدي نزلتها. رح ناخذ صورة تانية. عندي هذا الشكل، هون فرش الماكينة، هون الخامة هون الجي 54، جي 54 نقطة، أنا نقلت الصفر لهون، الزيت صفر هون، والبعد من هون لهون هو 100، هاي النقطة الخضراء، الزيت 100. إذا أنا قلت للماكينة أو عطيت البرمجة للماكينة، قلت له الجي 90 زيد 100، أنا شو عم أقصد؟ أنا مقصد إنه الماكينة تنزل لي لهاي المقدار، البعد من هون لهون هو 100، 100. فالماكينة شو عملت؟ ماكينة ما أخذت طول العدة في الاعتبار، أخذت في النقطة صفر العدة في مقدمة السبندل، حسبت لي إياها من هون، يعني هون مقدمة السبندل، هلا هون واقف سبندل على 100 واقف، بس أنا ما قلت سبندل تنزل لي لهون للمية، أنا قلت رأس العدة تكون عندي للمية. فشو حصل؟ الأداة القصيرة صارت في عندي فراغ، الأداة الأقصى أو أقل قصرا صار فراغ بسيط بينه وبين الخامة، الأداة الطويلة دخلت لي بالخامة، صار تصادم بينه وبين الخامة. استعمال الجي 43، استعمال الجي 43، إذا أنا قلت للماكينة، طبعا البعد هون، هون كمان هي الزيت صفر، هون الزيت 100، إذا قلت لها الجي 90، جي 90 جي 43 زيت، أو خليني مشان تكون واضحة، جي 90 جي 43 زيت 100، والآتش، الآتش سواء بحط أداة رقم 1، أداة رقم 2، أداة رقم، أداة اللي عم بقوم العمل عليها حاليا بضعه هون، على سبيل المثال أداة رقم 1. فالماكينة شو عملت؟ نقلت لي أو قامت بإزاحة الصفر العدة من الخلف، من الرأس السبندل إلى الرأس العدة. عم تلاحظوا أداة الأقصر شو صار وقفت هون، والبعد من هون لهون هو 100، 100 نعم، الزيد هو 100. إذا أنا حطيت أداة رقم 2، شوف وين صار؟ صفر العدة كان هون، أزحناها لهون، إجت على نفس الاستقامة، كمان نفس البعد هي، الزيد 100. والأداة الأطول شو عملت؟ رجعت أداة للخلف، فرأس العدة اجت على النقطة اللي أنا اللي بدي إياها، آتش 3 نزلت لي لهون. إذا ما حددت الآتش، نحن لما بالعادة بنقيس العدة، أول ما نركب العدة في أول مرة بنجيب تاستر أو عدة رقم 1 أو شيء نقيس فيها ونحدد النقطة، بعدين العدد الثاني بنقيسه على الليزر أو الجهاز، بنحط قيمة الأطوال العدة في الماكينة في سجل الإزاحة، فالماكينة بتاخذ تلقائيا بقية العدد، طول بقية العدد، وهي تقوم أوتوماتيكيا باستعواض أطوال العدد. فأنت كل ما عليك أنك تذكر الآتش والجي 43، الجي 43 هي بالموجب، الجي 44 هي بالسالب، طبعا السالب ما استعمل كثيرا، لكن الجي 43 هي الدارج. فأنت بس تذكر الجي 43 الآتش، الماكينة تلقائيا بتحسب قيمة الإزاحة. ففي هون علاقة بين الجي 54 والجي 43،
فأنا إذا حتى لو كتبت الجي 54 الصفر وأنا خبرت أو أعطيت الماكينة، الماكينة عرفت إنه أنا نقلت الصفر لهون، حتى لو عملت هذا الشيء ذكرت الجي 90 الجي 54 والأداة راح تنزل لي. الأداة إذا كانت طويلة راح تدخل لي بالخامة مثل ما حصل هون بالصورة هاي، الأداة كانت طويلة دخلت بالخامة والأداة قصيرة بقت في فراغ بيناتها. فلازم نذكر جي 43 ونذكر العدة للماكينة تاخد تلقائيا قيمتها من سجل الإزاحة. انت كل ما عليك تذكر جي 43 بالتعويض استعواذ بالموجب وتذكر اي العدة بالضبط. لازم تذكر او تقوم باستعواذ طول أداة القطع فورا بعد استدعاء العدة قبل الدخول في اي عملية، لانه إذا دخلت أو قامت بأي عملية أنت ما ذكرتها فهي ما راح تتعرف على الجي 43 وما راح تتفعل عندك يعني. فأنت بعد ما تذكر العدة فورا تعطيها استعواذ طول أداة القطع الماكينة تعرف، لأنه إذا جريت أي عملية وأنت لسه مو ذاكرة قيمة الإزاحة فالماكينة ما راح تتعرف أو ما تتفعل هذا الأمر. راح أترك لكم فيديو هلا كمان راح نشوف شو هو الفرق لما نذكر الجي 43 وبدون جي 43، يعني إذا أعطينا أمر استعواذ أداة طول أداة القطع كيف راح تكون، إذا كان مفعلة أو غير مفعلة كيف راح تكون. مثل ما أسلفنا سابقا عن استعواذ طول أداة القطع، هلا راح نكتب برنامج بسيط عبارة عن بعض أسطر راح نشوف شو هي الفرق بين استعواذ طول أداة القطع، إذا عملنا استعواذ طول أداة القطع كيف راح يكون وإذا ما عملنا كيف راح يكون. قلنا بداية البرنامج البرمجة هي أبسولوت الجي 90، بعدين نقل الصفر من هون من فرش الماكينة إلى هذه النقطة هي الجي 54، بعدين الأبعاد هي متريك الجي 21، بعدين الجي 40 والجي 17 هي اختيار المستوى بلا، بعدين الجي إلغاء استعواذ طول أداة القطع يتم عن طريق الجي 49. 49 نسينا نذكر هاي، الإلغاء يتم عن طريق الجي 49. السطر اللي بعده نختار الأداة T01 تبديل M06، بعدين S في المثال 1000 اتجاه دوران مع عقارب سهم 3. هلا G00 على سبيل المثال على الإكس 20 والواي كمان 20، بعدين تنزل زيد للخمسة، زيد 5. السطر اللي بعده راح نوصل للصفر، يعني تغذية محددة لازم تكون جي 01 زيد 0 زيد 0 تغذية سبيل المثال 200، بعدين راح نعمل له إيقاف مؤقت لنشوف الأدات وين واصلة وين واقفة، يعني M01 بعدين G01 نطلع لفوق Z200 التغذية 1000، بعدين M5 M30 ننهي البرنامج. هلا راح نشوف كيف راح تكون. نشغل أول شيء ليك جابت 3. هلا شو صار؟ إنه الأداة دخلت في الخامة، أداة وين راحت؟ أداة اجت على سطح الطاولة على الفرش، أداة ما اجت على هذا السطر، ونحن حطينا الجي 54 ما اخذت طول العدة بالاعتبار، فهي دخلت من الواصلة هلا واصلة للسطح الماكينة او فرش الماكينة. هلا راح نكمل شوف فرشة، فهي ما لازم تقطع، طبعا العدة طويلة
ما طلعت لفوق. راح نعطيه هون او خليها مثل ما هي. هلا راح نشوف شو هو الفرق بيناتهم. الاداة رقم واحد قلنا جي 43، جي 43 اتش 01، وفينا نحط قيمة زيد هون كمان. هلا بشغلها من جديد راح نشوف شو راح يكون الفرق بيناتهم. اختارت العدة واقفة على السطح، واقفة على سطح الخانة. شايفين واقفة. اما الاول نزلت وصلت لهون، اما هاي بعد استعواد طول الاداة القطع وقفت لهون. شايفين استعواد الخانة بك شوي لك رجعت، اما الثاني ما رجعت ضلت بالخامة لانه ما اخذت طول اداة القطع في الحسبان. فهي الفرق كيف بدك تعمل استعوات لطول اداة القطع. قلنا الجي 43 هي بالموجب والجي 44 هي بالسالب اذا كان التعويض بالسالب، والجي 49 تقوم بالغاء هذا الامر. مثل ما لاحظنا في اول البرنامج، اول برنامج جي 49 هي اللي تقوم بالغاء هذا او تفعيل هذا الامر.